مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب لسباقات الهجن العربية الأصيلة بشوطنا السابع المخصصة هنا بتحديات سن الحقائق من المسافة. هي 3 كيلومترات تبدأ مع المركز الأول لوافي حضراتكم مع البداية ومع هذا الانطلاق مع المركز الأول. تأتينا حفلة حمد بن محمد بن مبارك المهيري يتقدم مع المركز الأول مع الانطلاق الممتاز. المركز الثاني هناك عنوان حربي بن سليم بن حربي العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول، هناك القدوم مع العزوم علي بن محمد بن سلطان العويسي قادم على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هناك انوار سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، وايضا الوصول اوصلت مطفيه سالم بن سعيد بن كاسب المسافري على المركز الخامس. المركز السادس وصلت هنا حشيمه سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيمه الفلاسي قادما بهذا الانطلاق الممتاز. ولكن عودتنا الى صدارة هذا الشوط، عودتنا الى المركز الاول، الى حفلة حمد بن محمد بن مبارك المهيري مع المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط بانطلاق مميز ورائع وجميل. بهذا الانطلاق المميز المركز الثاني، المركز الثاني الله القادمة حشيمة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي مع المركز الثاني. المركز الثالث اوصلت انوار، اوصلت بهذا الانطلاق سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي قادم. والمركز الرابع بهذا التحدي الممتاز الحيحية تصل في هذا الانطلاق سعيد بن مطر بن محمد بن محمد الرميثي، وايضا هناك شعارك بن سليم، هناك حربي بن سليم بن حربي العامري قادم بهذا الانطلاق مع تحديات عنوان. ولكن عودتنا، عودتنا الى المركز الاول، عودتنا الى التغييرات. 1200 يا من تتابع، يا من تراقب هذا الانطلاق. وانوار، انوار مع المركز الأول، سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، الشامسي مع المركز الأول، انطلق مع أنوار، انطلق مع هذه النوعية الممتازة مع المركز الأول مع التحديات الأولى. المركز الثاني حشيمة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي. المركز الثالث فزع مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، وهناك أيضا القادمة مطفية سالم بن سعيد بن شاسب المسافري. ولكن لكن عود ابنا الى الانجازات، عود ابنا الى انوار، الى انوار، الى انوار مع الانجازات، مع السجلات الحافله التي تحتضن، التي تحتضن وتحمل اسم انوار، تحمل اسم انوار. انطلقت مع 600 متر نهائيه بلا وامر، بلا وامر تاتي في هذا الموسم صاحبه السياره بالعام الماضي في ميدان الصياهد هناك بالمملكة، بالمملكة هنا مع هذا الانطلاق هناك في رصيدها سيارة في مهرجان هناك الملك عبد العزيز في الصياهد. تأتي في هذا الموسم أول اشتراك، أول اشتراك لأنوار في هذا الموسم. تأتي بهذا اليوم تقدم العرض الممتاز، تقدم العرض الممتاز، تقدم العرض الجميل يقدمها سعود بن عبد الله بن يروان. هناك الشامسي أول اشتراك لها بهذا الموسم، تأتي بهذا الأداء الممتاز. سلامي على العرض الممتاز، شكرا يا راعي، شكرا من تابعها بهذا الانطلاق تصل إلى خط النهاية بلا أوامر ولا تعليمات مع المركز الأول. والمركز الثاني ليحتل الثاني المراكز، هي من قدمت على المركز الثاني قمر. هناك عبد الله بن ثاني بالكديد الفلاسي المركز الثالث. هناك وصلت فزعة مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، التوقيت الزمني 4:34. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. وأيضا هناك أنوار من انتزعت المركز الأول سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، وأيضا إنجاز أروان في سن الحقائق في العام الماضي. هناك حققت سيارة في ميدان الصياهد وانتزعت المركز الأول وأول اشتراك لها في هذا اليوم، تحقق الفوز والانتصار بلا أوامر ولا تعليمات. تهدي الناموس لسعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان
الشامسي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.